تشهد علاقات الصداقة التي تربط سلطنة عمان وروسيا الاتحادية منذ إقامتها في عام 1985 مراحل نمو مستمرة، وهي تواصل تطورها بوتيرة طيبة ومتنامية، مستندة على الاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المشترك في مختلف الأصعدة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو الصعيد الدولي. وأن المؤشر الحقيقي على تميز هذه العلاقات هو حالة الرضا والانطباع الإيجابي لدى الطرفين. وتتعزز العلاقات العمانية الروسية من خلال الزيارات المتبادلة التي أخذت في السنوات الأخيرة منحناً مكثفاً بين كبار المسؤولين في البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد إلى موسكو ولقاؤه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية في ديسمبر 2023.